وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين يا لعظمة مكانتهم وشأنهم عند الله. في سدر مخضود، في سدر مقطوع الشوك لا أذى فيه، وطلح منضود، وفي موز متراكم مصفوف بعضه إلى بعض، وظل ممدود، وظل ممدود مستمر لا يزول، وماء مسكوب، وماء جار لا يتوقف، وفاكهة كثيرة، وفاكهة كثيرة لا تنحصر، لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا تنقطع عنهم أبدا، فليس لها موسم ولا يحول دونها مانع في أي وقت أرادوها. وفرش مرفوعة، وفرش مرفوعة عالية توضع على الأسرة. إنا أنشأناهن إنشاء، إنا أنشأنا الحور المذكورات إنشاء غير مألوف، فجعلناهن أبكارا، فصيرناهن أبكارا لم يلمسن من قبل، عربا أترابا، متحببات إلى أزواجهن مستويات في السن. لأصحاب اليمين، أنشأناهن لأصحاب اليمين الذين يؤخذ بهم ذات اليمين علامة على سعادتهم. ثلة من الأولين، هم جماعة من أمم الأنبياء السابقين، وثلة من الآخرين، وجماعة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي آخر الأمم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، يا لسوء حالهم ومصيرهم. في سموم وحميم، في رياح شديدة الحرارة وفي ماء شديد الحرارة، وظل من يحموم، وفي ظل دخان مسود، لا بارد ولا كريم، لا طيب الهبوب ولا حسن المنظر. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، إنهم كانوا قبل ما صاروا إليه من العذاب متنعمين في الدنيا، لا هم لهم إلا شهواتهم، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يصممون على الكفر بالله وعبادة الأصنام من دونه، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، وكانوا ينكرون البعث فيقولون استهزاء واستبعادا له، أئذا متنا وصرنا ترابا وعظاما نخرة أنبعث بعد ذلك؟ أوآباؤنا الأولون، أو يبعث آباؤنا الأولون الذين ماتوا قبلنا؟ قل إن الأولين والآخرين، قل أيها الرسول لهؤلاء المنكرين للبعث، إن الأولين من الناس والمتأخرين منهم، لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، سيجمعون يوم القيامة لا محالة للحساب والجزاء، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، ثم إنكم أيها المكذبون بالبعث الضالون عن الصراط المستقيم، لآكلون من شجر من زقوم، لآكلون يوم القيامة من ثمر شجر الزقوم وهو شر ثمر وأخبثه، فمالئون منها البطون، فمالئون من ذلك الشجر المر بطونكم الخاوية، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون عليه من الماء الحار الشديد الحرارة،
فشاربون شرب الهيم. فمكثرون من شربه كما تكثر الإبل من الشرب بسبب داء الهيام. هذا نزلهم يوم الدين. هذا المذكور من الطعام المر والماء الحار هو ضيافتهم التي يستقبلون بها يوم الجزاء.